هاي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم بدنا نعمل طريقه الهريسه النبكيه او الهريسه الحلبيه. طبعا عندي اول اشي 3 مجات او 3 كوبايات سميد خشن. سميد خشن هذا هو السميد الخشن، مش السميد الوسط ولا الناعم، سميد خشن. 3 مجات. عندي 3 ارباع سمنه، ما تستعملوا زبدة، استعملوا سمن حيواني بيكون أطيب وأطيب. 3 ارباع. وعندي نص كاسة سكر، نص كاسة سكر. طبعا كلهم نستعملوا بنفس المعيار. طبعا هنا بحط سميد 3 وبحط السمنة اللي هو 3 ارباع وبحط النص كاسة سكر وبحركهم وبخليها ليلة كاملة تنقع. أوكي، في ناس بخليها ساعة، أنا بدي أعملها ليلة كاملة على أساس تتفتح السميد. أوكي، وبكرة نرجع لكم. صباح الخير. هلأ بعد ما باتت ليلة كاملة وفتح السميد عندي، زي ما أنتوا شايفين كيف تفتح، تشوفوا فرق كبير بين الأول وهلأ. وطبعا أنا ضايفة هون السكر، وهلأ رح أضيف، طبعا استعملت نفس الماج، راح اضيف اللبن كاسه مج ونص، وراح اضيف معلقه بيكنج باودر ممسوحه، وشويه بترف يعني ربع معلقه صغيره بيكنج سودا، وراح نريحها كمان 4 ساعات. هلا راح اضيف، راح تشوفوا. اوبا سوري، هون يمكن انا استعمل ايدي، معلش ايدي نظيفه إذا اضطريت للأمر. راح أحط البيكنج سودا، طبعا راح أحط البيكنج باودر، وراح كمان أستعمل النص كوباية وأي راح أجيب. هون عشان بدي اخليها ترتاح، لانه انتو شايفين كيف شوية تطلع رخوة، وهذا يعني هيك لازم تطلع اصلا. هيك جات لكم لما بعد تقريبا 3 أو 4 ساعات ريحتها، شوفي كيف صارت. هلأ بدنا نحطها، نمدها بالصينية. الصينية لازم ندهنها طبعا طحينية. عندي سمن بلدي، بدهنها بسمن بلدي على أساس إنه أحط حكوا معي الفستق الحلبي أثبته عليها هون، يعني خفيف جدا هيك مسحة. ورح ندخلها على الفرن، هيها ورح ندخلها على الفرن. لا أنا برش الفستق الحلبي، يمي يمي. وهون عم بحمي الفرن على 360، يا 360 قبل ما يحمى عشان ادخلها الفرن. ولازم نجهز هلا القطر، ايوه هيك صارت. شو رايكم؟ بس نجهز القطر وتطلع الفرن ونشوف كيف صارت. طبعا عن لازم يكون خفيف، 2 سكر، 2 كب سكر او 2 مج سكر ب2 مي. وبس يغلي بحط عليه معلقة ليمون وبخليه بس 2 دقيقة وبطفيه. بدي اياه يكون كتير خفيف عشان يتلغلغ بسميد وتطلع كتير طيبة. انا هون مستعملة السكر البني على اساس، عشان هيك شايفينها انتو المية بالمية.
فانا مش ضايف اي شيء، لا قرفه ولا اي شيء، بس انه انا بس اعمل اخف يعني. اوكي هلا بدي احط على 350 ولا تحمر الحواف وبعدين بنطلعها. اوكي هيك عبين صارت الحرفه الثمنيه هيك بتكون من تحت استوت. هلا انا بدي اقطعها وبعدين بحمرها. الفويل وبدي احمرها هيك خلصنا. وهلا بدي ادير عليها العطر شوي شوي، طبعا هي رح تاخذ قطر. شوي شوي بنوزعها بالتساوي الاطراف. خليها شوي لتهدى. عبين ما تتشرب كل القطر. هلا رح تتشرب كل القطر. وهلا بدي افرجيكم زي المحلات. شوفوا يلا ندوقها. او ماي جاد شو طيبه، لانه كمان فيها سمن. الهريسه دائما لازم يكون فيها سمن. طبعا هي لسه ما تشربت، لازم اتركها يعني اقل شيء اقل شيء ساعتين ليتشرب كل شيء. بس من اول مره سو جود. انا جاي على بالي من زمان نفسي فيها بصراحه، ف مش قادره استنى. طيبه طيبه طيبه، جربوها رح تدعوا لي.